بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه وحياه اهلي وافراحه. للذين يتحدثون عن السرقات مش هتعرفوا تسرقوا فرحه الاهلي، العبوا غيرها. ابراهيم العبوا غيرها لانه هذا الموسم خلاص ختم بالنسر الاحمر. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في برنامجكم ملك وكتابه في لقاء الاثنين والحلقة التي تأتي في خضم أفراح الأهلي بختام موسم شديد التوهج للأهلي. بص يا أستاذ إبراهيم، هذا موسم لا يتكرر في الأحلام. كل العوامل كانت مش معك، وكل العوامل كانت تريد للمنافس أن يحصل على حسابك.